داعيه في تجاوز الشاطئ الطبيعي الذي يشترك فيه مع باقي الكائنات الاخرى، وتسخير الطبيعه لصالحه وتغيير صوره العالم الذي يعيش فيه. فالتقنيه والعلم مكن الانسان من تحويل موادها الى منتوجات داعيه سخرها لصالحه. من هنا سنتساءل، اذا كانت التقنيه بهذا الشكل وتطورها ساهم في رقي الانسان وتقدمه، نعم، الا يمكن ان تحمل التقنيه خلفها او خلف كشوفها الايجابيه وتحولاتها النوعيه مجموعه من السلبيات؟ بمعنى اخر، الا يمكن ان تنعكس سلبا على حياه الناس او الانسان والطبيعه؟ بمعنى اخر، في هذا الدرس سنحاول تقييم وضع التقنيه في المجتمعات الراهنه اخلاقيا واجتماعيا وبيئيا. سنخصص كعنوان لهذا الدرس او لهذا المحور نتائج تطور التقنيه. بمعنى اخر، ما هي ايجابياتها وما هي سلبياتها؟ المحور الاول، المحور الثالث، تطور التقنية إيجابياتها وسلبياتها. بمعنى آخر، سنقف عند تقييم نتائج التقنية كما قلت اجتماعيا وبيئيا وأخلاقيا. للإجابة سأستحضر التصور الذي يدعو إلى تطوير التقنية دون التفكير في النتائج المحتملة لها، وسأعود إلى أحد مؤسسي العلم الطبيعي الحديث، ألا وهو الفيلسوف العقلاني روني ديكارت، نعم، الذي يلقب ايضا بأب الفلسفة الحديثة. إذا بالنسبة للتصور الأول، هو تصور يدعو إلى تطوير التقنية، نعم، إدراكا لإيجابياتها. هذا التصور كما قلت مثله الفيلسوف روني ديكارت. نعم، ولد 1596 وتوفي 1950 ميلادية. دونك حياة الفيلسوف كما قلنا سبق أن ذكرنا بذلك، حياة الفيلسوف هو فيلسوف عقلاني. نعم، من أهم مؤلفاته تأملات ميتافيزيقية، أيضا قواعد ديسكور دو لا ميثود، قواعد في المنهج. نعم، حدد في هذا المنهج خطوات البحث المعرفي أو العلمي على الأطلاق. ماذا يقول ديكارت بشأن التقنية؟ أولا، يدعو ديكارت إلى تجنب المعرفة
يعني ينبغي ان لا ارتكز على التامل العقلي، ينبغي الاعتماد على نعم على المعرفه العمليه. لذلك فهو يشبه الفلسفه عموما بشجره، جذورها ميتافيزيقا وجذورها الطبيعيات وفروعها الطب والميكانيك والاخلاق، بمعنى اننا نجني الثمار من الفروع. وكل هذه العلوم هي علوم عمليه او معارف عمليه وليست نظريه فقط. إذا خلاصة القول بالنسبة لديكارت دعا إلى أن تقعد المعرفة النظرية التي تلقاها في المدرسة التي كان يدرس فيها. إذا وجه ديكارت نقدا للمعرفة النظرية ودعا في مقابل إلى فلسفة عمل. لماذا ذلك؟ لأن كما يقول أن تلك المعرفة النظرية لا تمكنه من الحصول على القواعد العامة للمعرفة العلمية، إلى جانب ضرورة تعدد الصنائع والاختبارات من أجل اكتشاف مجموعة من التقنيات التي ستساهم لاحقا في تطور حياة الإنسان. نعم في نعم هو هذه النتائج مزرعه ديكارت، يمكن القول باختصار أن مزرعه ديكارت نجنيه في العصر الراهن. كيف ذلك؟ إذا يجب أن نبين هذا كما أشرنا إلى ذلك سابقا، يجب أن نبين ما هي الأوجه الإيجابية للتقنية. في العصر الراهن إذا تطور أو في العصر الراهن، بدأت أهمية التصور الديكارتي من خلال الثورة التقنية التي يشهدها العالم. نعم هذه الثورة التقنية نعلمها جميعا، وهذا ما نراه عامة الناس أيضا، أن التقنية فعلا ساعدت الإنسان في تطوير الحياة وتسهيل حياة الناس إلى أبعد الحد. نعم والسبيل هناك دراسات أو هناك علوم نعم أبانت عن ذلك، أو علوم متناهية في الدقة من قبل الطاقة النووية، أصبح الإنسان يبذل مجهودا كبيرا للحصول على الطاقة نتيجة الفيزياء، تطور الفيزياء الميكروسكوبية. هناك أيضا هندسة النووية إلى غيرها من العلوم والتقنيات، ما دام أن هناك تحالف وثيق بين التقنية والعلم. لذلك لا يميز بينهما كما رأينا في الدرس السابق، هناك تحالف وثيق بين التقنية والعلم، وهي التي أدت إلى تطور التقنية وجلي ثمارها في العصر الراهن. نعم لدراسة الموضوع سوف نقف عند هذا التصور، يجب أن نكشف عن وجه آخر للتقنية وهو الوجه الغامض، وهو الذي سنركز عليه في هذه الحصة. لذلك أصبح تصور آخر وتصور ثاني. نعم وتصور كما قلنا يبين سلبيات من خلالها بعدما كان انقلاب على الإنسان، بعدما كان الإنسان سيدا وهو الذي أنتج هذه التقنية، أصبح الآن يعاني من سلبياتها وانقلبت على صاحبها. في هذا الإطار سأستحضر أحد الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين وهو ميشيل سار. تصور ميشيل
بدأ في سنة 30 سوفيا في 18 ميلادية. نعم ميشيل ساك ألف مؤلف في هذا الإطار اسمه العقد الطبيعي. نعم في هذا المؤلف يجيب ميشيل ساك عن سؤال كالتالي: من الذي له الحق في أن يصبح موضوع الحق؟ نعم، لكي يجيب عن هذا السؤال ميشيل ساك عاد إلى فترة ما قبل عصر الأنوار لكي يحدد لمن كان له الحق، فكان الحق فقط يرتكز على وجود الإنسان، بما أن الحق كان من نصيب فئة النبلاء والأسياد فقط. ولكن بما جاء الفكر التنويري فلاسفة الأنوار وعلى رأسهم جون جاك روسو يقول ميشيل ساك، ومن خلال أشهر مؤلفاته العقد الاجتماعي، هناك دعوة إلى أن الحق أصبح للجميع ولكن فقط يرتبط الحق أصبح للجميع ولكن فقط داخل مجال وجود الإنسان لا يتعداه إلى غير ذلك. البعد أو الإضافة التي أضافها ميشيل ساك هو أن الحق ليس فقط للإنسان، فهناك بعد آخر ينبغي إضافته لأننا جزء لا يتجزأ منه. ما هو هذا البعد؟ هو البعد الطبيعي. ما معنى ذلك؟ هنا يشخص ميشيل ساك علاقة التقنية بالطبيعة، فالحروب دمرت الطبيعة، الأمثلة متعددة، الأسلحة النووية، هيروشيما إلى غير ذلك، عانت الأمم من خلال تطور التقنية، هذا وجه سلبي للتقنية. إذا بالنسبة لميشيل ساك يبين عيوب التقنية ويبين وجهها السلبي وتدمير البيئة. لذلك فما يقوله ميشيل ساك يعني كأطروحة في هذا الإطار هو الحق للطبيعة. الحق للطبيعة كإجابة مباشرة عن السؤال، الحق للطبيعة أي البيئة أيضا. الحق للطبيعة للبيئة ما معنى ذلك؟ يعني هنا دعوة إلى احترام البيئة لأننا جزء منها، لأننا جزء منها ونتأثر مباشرة بها. إذا ميشيل ساك يدعو إلى احترام البيئة بكلام واضح، والدليل على هذا هو الشعارات التي يرفعها العالم من خلال الكونفرنس أوف بي أو المؤتمرات التي ينظمها سنويا. نعم من أجل احترام البيئة. هنا يشبه ميشيل ساك هذه العلاقة بين الوجود الإنساني والبيئة بحالة ركاب سفينة في حالة غرق، فإذا هم عملوا جميعا من أجل إنقاذ السفينة فقد أنقذوا أنفسهم، وإذا أهملوا ذلك فقد غرق الجميع. لذلك فأهم مبدأ أخلاقي هو احترام الطبيعة. لذلك التقنية فلا تحمل وجها إيجابيا فقط، لها وجه سلبي. نعم تقديم بعض الحلول المتمثلة في احترام البيئة. كخلاصة عامة يبدو بأن إلى جانب التطور الإيجابي الذي تعرفه التقنية وحاجة العالم إلى التقنية وخصوصا ما نشهده الآن، نحن في حاجة مستمرة إلى طلب العلم من أجل تحسين معيش الناس من أجل الحفاظ على سلامتهم. وأيضا التقنية كما قلنا تحمل أو لها تأثير على الجانب الاجتماعي، فمن خلال انتشار الآلات داخل المعامل أصبح الإنسان موافى، انتشرت البطالة، من خلال أيضا ظهور بعض العلوم أصبح المطلب الأخلاقي ملحا خصوصا ظاهرة الاستنساخ
إلى غير ذلك. إذن كفرص عامة فالتقنية وجهان إيجابي وسلبي، والدعوة حسب ما رأيناه هو الاستعمال معقلا، لا لأنه لا يمكن استغناءه عنه.